السلام عليكم. اليوم راح أتكلم عن موضوع مهم جدا اللي هو ضعف النظر عند الأطفال. في مفهوم عند الأهل بيقولونا يا إنه دكتور إحنا صلنا فترة ملبسين ابننا نظارة ورغم هيك نظره عم يتراجع، محسبين إنه إذا لبسنا الولد نظارة إنه راح يتحسن نظره. الحقيقة هذا الكلام خطأ. الهدف من إنه نحن نلبس الولد نظارة إذا كان عنده ضعف بالنظر إنه يشوف بشكل أوضح، هذا الهدف الأول. والهدف الثاني إنه ما يصير عند الولد شيء اسمه كسل وظيفي، بحيث إنه إذا كبر بالعمر وكان عنده ضعف نظر ولبسناه نظارة ما بقى يقدر حتى ما يشوف فيها أو يتحسن نظره عليها، هذا بنسميه كسل وظيفي. إذا الهدف من لبس النظارة عند الطفل إنه هو يشوف بشكل أوضح، والهدف الثاني إنه ما يتطور عنده كسل وظيفي. طيب، ممكن نحن نقسم ضعف النظر عند الأطفال لثلاث أنواع. النوع الأول نسميه حسر البصر أو قصر النظر، يعني الطفل ما بيشوف للبعيد لكن بيشوف للقريب، ودرجات النظارة تبعته بتكون بالناقص بالسالب. هدول الأطفال بيكون العين عندهم أكبر من الحجم الطبيعي، يعني حجم عينهم أكبر من الحجم الطبيعي، وبيستمر كبر العين تدريجيا لحد ما يوصل الطفل عادة لسن الـ 18، وبالتالي بيستمر تراجع ضعف النظر عند الطفل لحد عادة لسن 18. الهدف من لبس النظارة عند الأطفال هدول أنه يشوفوا بشكل واضح للبعيد. طبعا لبس النظارة لا يغير بنمو العين أبدا أبدا، ما في أي علاقة بين لبس النظارة وبين نمو العين. طيب، هل نحن ممكن نوقف تراجع النظر عند الطفل اللي عنده حسر نظر اللي عنده قصر نظر؟ الحقيقة في دراسات حديثة بتقول إنه استخدام قطرة خاصة اسمها الأتروبين بتركيز خاص اللي هو 1% مرة واحدة بالمساء عند النوم ممكن إنه يبطئ من تراجع ضعف النظر عند الطفل، يعني ممكن إنه يبطئ من تطور الحسر النظر، يبطئ من إنه الحسر النظر يزيد عند الأطفال. لكن هذا الكلام ب 50% فقط عند الأطفال، مو كل الأطفال ممكن إنه يستفيدوا من هاي القطرة. النوع الثاني من ضعف أو خلينا نقول من أسوأ الانكسار عند الأطفال اللي هو بنسميه طول النظر. طول النظر إنه الطفل بيكون عم يشوف أفضل للبعيد منه للقريب، وللقريب ممكن الطفل يبدأ لما بده يطلع على شيء للقريب ممكن يبدأ يحول شوي في بعض الأطفال. بطول النظر عند الأطفال بتكون العين حجمها أصغر من الحجم الطبيعي. هدول الأطفال غالبا ما بيتغير الدرجات عندهم مع العمر، يعني بتبقى على حالة، يعني اللي عنده زائد 4 بتبقى زائد 4، زائد 5 بتبقى زائد 5، غالبا هدول ما بيتغير عندهم. أحيانا بعض الأطفال اللي عندهم درجات بسيطة مثلا زائد 1.5 أو زائد 1 أو زائد 2 حتى ممكن أنها تخف شوي مع العمر. ليش بتخف مع العمر؟ لأنه بتبدأ العين مع العمر بتكبر، ونحن مثل ما قلنا هدول الأطفال بتكون حجم العين عندهم بالأساس أصغر من الحجم الطبيعي. لما تكبر العين شوي بتعدل شيء بسيط من الدرجات طول النظر اللي موجود عندهم. النوع الثالث من أسوأ الانكسار عند الأطفال بنسميها الاستجماتيزم أو الانحراف. غالبا هدول ما بتغير مع العمر درجاتهم، تبقى على حالها، يعني اللي عنده استجماتيزم أو انحراف 1 أو 2 أو 3 غالبا تبقى على حالها مع العمر ما تتغير. السؤال المهم بيطرحوه الأهل إنه هل ممكن نعمل تصحيح نظر عند الأطفال؟ طبعا لا، لا 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 يمكن إجراء تصحيح نظر عند الأطفال إلا لحد ما يوصل الطفل لعمر 18 اللي بيكون فيه استقر نمو العين واستقر الحالة الانكسارية للعين. في حالة استثنائية نحن ممكن أن نعمل جراحة انكسارية أو نعمل عملية تصحيح نظر عند الطفل إذا كان في عنده تفاوت كبير بالدرجات بين العينين والطفل ما رضي يعني يلبس نظارة ولا وصعب يلبس عدسات لاصقة. ممكن نعمل أحيانا تصحيح نظر بالليزر أو زرع عدسات خاصة داخل العين للعين الضعيفة جدا مشان نقربها من العين الطبيعية عند الطفل. يعطيكم العافية.